سافيتش وعلي البري. هذه هي التشكيلة اللي كرة بالراس ناويس التسويب من سيكو فوفانا والروبن نيفيس يعدي يوصل رونالدو كرة السر الدوسري كرة الجول ونواف نواف العملاق نواف مرة أخرى يقدم الأسد السنغالي حاول التواصل مع رونالدو سافيتش ميلينكوفيتش عمري أكل فريق في منطقة المناورات هذا ميشيل دلجادو كريستيانو التسويب وتاريسكا اي 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 الحارس محمد العوي في انتر ميلانو الايطالي كرة يخترق الدفاع يوسع كرة خطيرة رونالدو بالراس لكن خارج الاطار في وسط الميدان وهذا رونالدو يعود عكسية بروزوفيتش والشهراني رونالدو الجنغالي اليوسع رايعة يا ويس يا محمد يا ويس مانويل ناير في العريم لعب الكرة رايعة التسويق ميشيل يعدي والحكم ماذا يقول رضوان جيد يقول خارج منطقة الجزاء أي قوة في المراوغة ريبان نيفيس اللي وسع وين خيبري مطر 2022 كرة خطيرة يوزع أليكس تيس لكن بعيد ما يعديش تسويب غدارة ريبان نيفيس البرتغالي يضرب ولا يبالي هذا هو ريبان نيفيس متكامل سلطان الغنام الدوسري يعدي وين الكرة بعيدة سالم يسلم منه دفاع النصر يشتكي من العشب فوفانا كرة بتراوغ كرة خيبري التسويب لمحمد العويس عبد الله خيبري كان خبير في هذه الكرة يقتنصها للدول والعويس تيس يوزع عالية من البرتغالي يوزع رونالدو بالراس تاليسكا برازوفيتش يعدي بالمخالف ماني يوزع برازوفيتش بقصية كرواتية ضاعت على نجم رونالدو يعدي والمخالفة خالدو كوليبالي بالورقة انذار السنغالي رونالدو سافيتش والحارس نواف رايع الكرة يوزع كرة لا تولي لايبري سيكو فوفانا غريبة رونالدو وحده كان في القائم الثاني والعويص على الخط النهائي ولو أن هنالك راية كرة من ميشيل مرتدة وذيع الفرصة سافيتش ميلينكوفيتش أسف لساديو ماني ماني ماركو يوزع كرة جول كرة جول ميشيل ديلجادو الهلال بنورو يسجل حضوره ويسعد جمهوره الزعيم عبر البرازيلي ميشيل ديلجادو وحده وحده الزعيم الازرق يراوغ كريستيانو
هذا الدفاع. جاء ماني، ساديو أو أليكس تيس على الدول لعويس حارس الأمان رائع في الميدان. ركنية أو رونالدو قوية، قنبلة قوية من كريستيانو رونالدو، والإصابة مرة أخرى قتال الحارس لعويس. أندرسون طاليسكا لعويس بطل الدور النهائي، لعويس مان اوف ذا ماتش، مان اوف ذا فاينل بكل تأكيد. كرة النصر بالأسطورة يا حاكم حكام الكورة، هو رونالدو يعادل النتيجة لفريق النصر. عالمي يا نصر، عالمي، النصر يعود لتاريخ النصر بهدف رونالدو. مجهودات خرافية لنجم الكرة، اختراع كنان، جول علي البنيري، علي البنيري يخرج كرة بالشباك بطريقة عادية، سيكو